بالنسبه لاصحاب الموسم الثالث ومباراه مهمه في المجموعه الثالثه، وهفكركم بالنتيجه. فايترز متقدمين ب 80 نقطه، ثلاث سبعات رجعوا تاني في المباراه ب 25 نقطه من ضربات الجزاء 35. ودلوقتي مع اخر فقره واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهارده، فقره عجله الحظ. عجله الحظ، سؤالين لكل فريق. واول سؤال مصطفى، اتفضل يا مصطفى. مصطفى الفجال، وهنشوف مصطفى الفجال وموضوع السؤال ايه. فنون، يا ترى السؤال ب20 نقطه ولا ب30 نقطه؟ 20. فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور البروفيسور مهذب السلموني في فيلم الشيطانة التي أحبتني؟ ممثل كوميدي راحل، بطولة محمد صبحي، لبلبة، المنتصر بالله، مين يا ترى؟ يوسف داود. يوسف داود، إجابة صحيحة من إخراج سمير سيف. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت 55، ثلاث سبعات 80. فايترز طه الغرباوي، اتفضل يا طه. طه الغرباوي، والسؤال الثاني: رياضة، سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ ب20 نقطة. رياضة، والسؤال هو: حصلت ناديا كومانيتشي على 9 ميداليات أولمبية في إحدى الرياضات، فما هي؟ 5 ذهب، 3 فضة، وميدالية واحدة برونزية. عبد العزيز، إجابتك؟ جمباز. الجمباز، إجابة صحيحة. فعلا دي إجابة بسمة، إجابتك يا بسمة. رابع عليك. نتيجة اتغيرت 100 فايترز 55، 3 سبعات. سؤال الثالث، مصطفى عبد اللطيف، اتفضل يا مصطفى. وفرصة 3 سبعات الوحيدة هي الإجابة على السؤال ده. رياضة، يا ترى السؤال ب30 نقطة ولا ب20 نقطة؟ رياضة، والسؤال هو: من هو الحكم الذي أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2008؟ حكم من بنين. مصر كسبت الكاميرون في النهائي 1-0 بهدف محمد أبو تريكة بعد لقطة سونج وزيدان الشهيرة. محمد شرف، إجابتك. ما فيش إجابة، محمد شرف للأسف الشديد إجابة خاطئة. مهجة، كوفي كوتشا. مهجة نازي، برافو عليكي، ألف مبروك، 30 نقطة وثلاث نقاط المباراة، إجابة صحيحة. كوفي كوتشا هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا مهجة، غيرت النتيجة وحسمت اللقاء. 130 فايترز 55، 3 سبعات. هارد لك 3 سبعات، ولكن أنا غير راضي بالمرة على أداء ماتش النهاردة. محتاجين تركزوا أكتر من كده شوية علشان على أقل تطلعوا من البطولة بثلاث نقاط. طبعاً الأمل موجود ولكن بقى ضعيف، لأن السكور كمان بعيد، ففي حسبة الإجابات الصحيحة مش هتبقى في صالحكم. عشان كده بنسبة 99% انتوا ودعتوا البطولة، ولكن يهمني ان انتوا تودعوا البطولة بسكور كويس. اتفقنا؟ نحيي كلنا 3 سبعات. السؤال الأخير، شيرين كمال، اتفضلي يا شيرين. وهنشوف موضوع السؤال ايه.
جوكر. تحبوا تتسألوا فيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ قبل ما أسأل السؤال عايز أروح لندى عبد الفتاح من جمهور برنامج العباقرة. إزيك يا ندى؟ أهلا بحضرتك يا مستر. قولي لي بقى، انبسطتي؟ جدا. مبسوطة عشان شفت حضرتك طبعا. ميرسي، أشكرك. قولي لي بقى، الاستوديو مختلف؟ أكيد، هو يعني الواحد بيعيش الجو هنا، بس في التلفزيون حاجة تانية خالص، يعني هنا أحسن بكتير طبعا. ندى، قلتي لي إن أنتي عاملالي شهادة تقدير. إيه حكايتها شهادة التقدير دي؟ هو حكاية إن أنا أجي هنا، جت فجأة إن أنا خلصت امتحاناتي وبعت لحضرتك، وإنت قلت لي إن أنا أتواصل معاكم. فأنا جيت بقى وماما، قلت لماما إن أنا عايزة أهدي حاجة لمستر عصام يفتكرني بيها، فهي قالت لي أنا هعمل لك إهداء لمستر عصام، وفعلا عملته لي وحابة أقدمه لحضرتك. جميل جدا. الإهداء ده بيقول إيه بقى؟ تقدري تقريلي؟ تفضلي. إلى أستاذي وقدوتي ومثلي الأعلى، إلى من أصبح في حضرته للتفوق معنى وللعبقرية كيان، إلى من تعجز السطور أن تحمل له معاني الاحترام والتقدير والإعجاب لشخصي الكريم، إلى أستاذي الفاضل عصام يوسف، ابنتك الطالبة ندى عبد الفتاح الجنبي. أشكرك يا ندى. ممكن بقى تيجي هنا عشان أستلم منك الشهادة؟ جميلة جدا. مين بقى كاتب الكلمات الحلوة الكبيرة دي؟ مامتك؟ اولا انا بشكرك وبشكر مامتك كمان ان انتوا فكرتوا تدوني الشهاده الجميله دي. ميرسي يا ندى، اشكرك. اتفضلي. شكرا، حاجه جميله جدا والله، بتسعدوني، حاجه جميله جدا. اشكرك يا ندى وبشكر مامتك كمان. السؤال الاخير لفريق فايترز، سؤال ب 30 نقطه وخدتوا الجوكر. قدرات ذهنيه، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 122 في 5 زائد 144 في 3 يساوي كام؟ 122 في 5 زائد 144 في 3. ثانيتين. عبد العزيز، عندكم إجابتين. 1042. 1042 إجابة صحيحة. برافو عبد العزيز، 30 نقطة، غيرت النتيجة. 160 فايترز، 55 ثلاث سبعات وثلاث سبعات. هارد لك الماتش اللي جاي، عايزين أداء أفضل علشان نودع البطولة على الأقل بثلاث نقاط. اتفقنا؟ عندنا اثنين أفضل لاعب من فايترز، معجن يازي وعبد العزيز صبري، كل واحد فيكم جاب 50 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 215 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 322500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 4,125,000 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. فريق فايترز، ألف مبروك الثلاث نقاط، وألف مبروك صدارة المجموعة حتى الماتش اللي جاي بين النيل وسفراء. ألف مبروك. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.